ضمن لقاءاته العملية مع الإداريين والطلاب، فقد التقى مساء أمس أمين الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين مسار حسين مع اتحاد طلاب التشاديين. يتقدم رئيس الاتحاد بصالة الاجتماعات بمقر الوزارة، حيث طلب الوزير حسين مسار حسين من الطلاب التحلي بروح الحوار والسلام والهدوء داخل الجامعة ومواصلة دروسهم، مشددا على ضرورة نقل مركز الخدمات الجامعية إلى جامعة تكرة. تقرير رماد جبرين القني. لم يتردد دائما للاستماع إلى أعضاء الاتحاد الوطني للطلاب التشاديين للتباحث معهم حول مختلف القضايا التي تتعلق بشؤون دراستهم. في هذا اللقاء الذي سيكون إضافة إلى سلسلة من اللقاءات السابقة التي أجراها الدكتور حسين مسار مع هؤلاء الطلبة، ما زال يصر ويكرر نفس الرسالة أن عملية الحوار هي الطريقة الأمثل لمعالجة الإشكاليات. نحن دايرين ده دائما، الحوار بيناتنا يكون مستمر، أبوابنا مفتوحة سواء في السنو سواء في الوزارة، نحن دائما أبوابنا مفتوحة معكم، دايرين نسمع منكم، نسمع مشاكلكم قضاياكم. وانتم تعرفوا البلد الآن تمر في أزمة، معناته لو ما تكاتفنا كلنا ده، لو لم نتكاتف جميعا ما ممكن نحل أي مشكلة. الاقتراحات والتوصيات والإرشادات التي قدمها أمين الدولة الدكتور حسين مسار لم تذهب بعيدا أما يتطلع إليه الطلبة. إن أنا شابنا الشاب يمكن نبغو الناس يعني responsable responsible وكم مشكلة في كل المشكلة نقابله ونجو نسوي حوار وإن شاء الله نحل المشاكل. في حين أن أمين الدولة ذكر المدير العام للخدمات الجامعية عمر جمعة موسى الذي حضر اللقاء بإعادة النظر في عملية سير المطعم والمواصلات لأنها تلعب دورا رائيا في مجال تحسين عملية تحية الجو العام للدراسة.